اللقاء الذي عقدناه اليوم مع الإخوة في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وبناء على مبادرة قمنا بها في حزب التقدم والاشتراكية يدخل في إطار سعينا المشترك إلى إحياء فكرة اليسار في مجتمعنا والمشروع اليساري التقدمي الذي نؤمن به معا. اليوم أكثر من أي وقت مضى نعتبر بأنه علينا رغم اختلاف المواقع ورغم أننا ننتمي للأغلبية وأن الإخوة في الاتحاد الاشتراكي ينتمون للمعارضة علينا أن نتباحث في التحديات الكبيرة المطروحة، وعنوان هذه التحديات مصير القضية الوطنية الأساس، التوجهات الاقتصادية الكبرى التي يتعين أن نؤثر فيها، المشروع المجتمعي القائم على العدالة الاجتماعية، قضايا المساواة، قضايا المناصفة، قضايا الحريات وحقوق الإنسان في بلادنا، كلها أفكار يحملها اليسار وجاء بها اليسار في هذا المجتمع. لذلك نريد اليوم أن نجد الصياغ التي تجعلنا نبني معا مجددا ما هو ممكن بالنسبة للمستقبل، ماذا يمكن أن يحدث على هذا المستوى على مستوى التحالفات. هذه الأمور تنبني على الاتصالات واللقاءات التي سنعقدها في المستقبل، عسى أن نصل معا إلى توحيد الرؤى وإلى البرنامج المشترك الذي دائما كنا ننشده من أجل بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي المتحرر القائم على الحرية والعدالة الاجتماعية الذي دائما آمنا به.